بقيت مشتتة كالعادة ولم تفلح في التوصل إلى شخصية توافقية تنافس الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. أطياف المعارضة وخلال أول اجتماع لهم قرروا مواصلة المشاورات برغم مسافة الزمن القصيرة التي تفصلهم عن موعد انتهاء إيداع ملفات الترشح. غابت كثير من الأسماء التي أبدت في وقت سابق حضورها، وانتهى الاجتماع كما بدأ ببيان لم يوضح رؤية وخارطة طريق، غير أنها راحت تثمن حراك الشارع ضد الولاية الخامسة للرئيس. المطلوبة من كل مسؤول يعرف قيمة المسؤولية أن يقرر موقفه انتصارا للمصلحة الوطنية أولا ودفاعا عن حقوق الأمة ثانيا. ويرى مراقبون أن المعارضة يلزمها وقت كبير لترتيب بيتها المشتت كي يتسنى لها وضع برامج اقتصادية واجتماعية وسياسة حكم لبلد يسير بنفس النظام والشخصيات منذ استقلاله عام 62. على المعارضة اليوم أن تشكر رئيس الجمهورية لأنها اجتمعت من أجل بسببه، فنحن حضرنا لحملة انتخابية، حملة انتخابية شريفة ولا يعقدنا أحد. وسط فشل المعارضة ودعوات بالخروج إلى الشارع ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، تتحرك أطراف أخرى باتجاه ثالث يتمثل في تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث يرى مراقبون أنها الحل الأمثل في الوقت الراهن للملمة البيت والتوصل ربما إلى مرشح من النظام تتفق عليه كل الأطراف. أحمد حرز الله، العربية، الجزائر.